صديق هذا البرنامج، صديق كل التونسيين، مرحبا سي نجيب. دي جي زوس عاصمة دي جي، مرحبا مرحبا ببليك. ما الأمبيونس، ما الأمبيونس، ما الجو، ما الشيخات. هو أنا الحق معناتها متفق جدا مع الببليك اللي يحضر معنا اليوم، قالوا لي يحبوا يتفرجوا في الرديف نتاع مباراة المنتخب ضد ناميبيا، فاني قلت لهم ميسيرش كملوا بكري ان شاء الله قبل نص الليل اليوم نكملوا. خليكم تفرجوا في الرديف. قلت لي الرديف ماضي ثلاثة وبعد جيت بك بيدك ما نجمتش ما نجمتش خو ثلاثة أكثر قال لا غالب دونك فوالا اليوم أنا مو على الأقل ما تتعدينا مرحلة الطهور اليوم لبسنا كوستيوم سي فوالا لطف عليك ولا قاعدين نتحسنوا ما تعطبت معناتها سافا بريت نبرة شوية الحمد لله ربي. قول لهم سامحونا زيد اللي يدنا سافا لا لا والله لا أنا المسكين اللي عملوا فيها بالعكس لا والله لا انا بالعكس اتفهم ان اتفهم حاجه بتعرف شنو اتفهم اللي قالها نجيب الخطاب الله يرحمه قال اللي يمد وجهه في التلفزه ما يبكيش كي خبشوا وجهه القطاطس شو لكيدك انت انا خبشوا لي يدي ما خبلونيش وجهي القطاطس ما يسالش القطاطس مش حاجه اخرى سلم على المدام كانت تتفرج قال والله ما فما حتى قطوصه لهنا كان بيك ها فماش قطاطس جمله مختفين القطاطس كريمون نجيب عسلامه مرحبا عسلامه يا سيدي لقطه سعيد انت بحذانا بالعكس انا يحصل لي شرف انك ثاني مره تحضر معي في برنامج كنت حضرت معنا في بالي ماسك وقتها إيه انا جيت باش نطير عليك السو يا اخي قلت له ادخل معي البرنامج جيت دخلت معناتها ياغورت بانال وبلا مره جاب لي 4 كيلو بنان مقطوع وسميد وفريخ ثلاثة كيلو بنان والسكر وسميد والسكر والزبده المقطوعين كل ولا حليب يحتكر ردوا لطف ما يحتكرش ايمان عصيمه مرحبا ايمان مرحبا الكل سي حسن مسكين اليوم سي حسن جاي بيني وبين بايا انت بين الجميلات عم حسن وعليك يا وما فهمتش علاش مسكين والله ما تعرفش شنو يستنى فيك تعرفش شنو يستنى فيك حضرتك مفاجاه يا ولدي او لابسين لك بلكحه للزوز انا شخصيا ما يقلقنيش ولا جرام هذه قطوسه وهذه شنو تطلع شي فهده ولا شنو لا ما يقلقنيش قطوسه وفهده في الحالتين باش تتخربش الحيوانات الاهليه والحيوانات يعني هاي مش شوك شد الايده شوك شد الايده هاي صباح عم حسن صباح مازلنا ربي يعمل عليك عم حسن صباح مرحبا ذكرى تحسك الصغرانه اللي في وسطهم لهنا ديك الحلوه حرام مش عرفتها تقبل ليك محليك اليوم والله الحي خويا ايوب اللي قاعد يجرب علي وانا قاعد نلبس والله سخينو كمال مروكي من والله محليك يعطينا بالبريد مي بون سافا تلفوك انت زوز مع صديق وجا تعديت بحذاء سلمت على زوز سلام الليل بجنبه قال لي ربي نوب اكثر واحد ضيفي اكثر واحد ضيفي محليها لبسه طب حنونه محليها الروبا اليوم مرحبا لالا محليك ديما غيونونت كي تحضر انا خيطتها في البلاتو انت خيطتها والله ما مش مصدق انا حنان تو نعمل لك حاجه الحضر حاجه الماركه تاعي انا هو ايوب نتاعنا الكوتشمي وهذه انتو كان مزيانه محلاكي العاده ونحب تصفيقه لكم على الحضور الكل باش شو صار الحلقه اللي فاتت يا سي نجيب
كان ضيعت الحلقه اللي فاتت هذا ذفيتير مع نوري وعهد نشوفهم بعضنا يعملوا لكم تلخيص للحلقه اللي فارته ونرجعوا تسجيل يلا تفيقة اقوى من هكا على اقوى مش نغلط المره نوري على نوري وعهد ولا نوري وعهد ميرسي نوري وعهد اللي يوريوني شنو يعمل الشبيب حتى احنا ضامرين ياسر عسل احنا ربي جعفر نحب نسلم على جعفر ونقول انا دائما اطلبوا اطلبوا لا 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 بعد ما تعدت الحلقه لا لا هو متواتر معايا نحبوا بعضنا ونحبوا مع بعضنا وش دخلك انت شو اللي مش صحيح مش صحيح مغشش متعارك انت وياه والله والله راهو ما يقعدوش عاقلين انا نجيب الحلقه هذه نجبد لكم ماتش تونس وناميبيا ردوا بالكم والله نسالكم نقول لكم شكون ماركه الاول وشكون ماركه الثاني لا 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 وشوف ايش وشكون وشكون نعتذر اخطانا معناتها من الكوره فهمنا الطرح هذا مش تاع كوره اللي مثال حياه الجعفر انت شكون عجبك احسن جوار لعب انا عندي ليفريزون مزروبة ما نجمش نحكي لك مع فيرست ديليفري ولا رجعي مرحبا في عالم التوصيل وفقرة الربح اللي ما يوفاش مع صديقنا الحبيب ميغالو الربح مع فيرست ديليفري ما يوفاش ومع فيرست توين وبالرسمي ملا جو معك ميغالو كل مرة في بلاصة كل مرة ولاية وكل مرة ولاية وكل مرة دوبلي الربح كل مرة دوبلي الربح مع فيرست توين المرة هذه مشيت لبنزرت خويا مين وكليت الملفوي وكليت اللبلابي خويا كسكروت اللبلابي والدنيا فرحوا بيا البزرتية الكل نحييهم برشا هذاك علاش فيرست ديليفري ربحتهم مصاري حبيبي خلينا نشوفوا كيف خويا مين يلا يروح خمسين دينار ترضى بالخمسين دينار ولا تكمل على 100 اما كان جاب غلط تخسرهم الكل كان برا نكمل ان شاء الله زينه به سؤال مش صعيب برشا نتاع تو كسكروت اللبلابي قداش فيه من كعبه حمص برشا برشا اي قداش برشا هذاك هي ربحت 100 دينار 100 دينار نكملوا على 200 ولا يزي 100 دينار كبرش قلبك برشا يزي كبرش كرشك قول 100 دينار مبروك عليك زياد مع فيرست ديليفري ربحت اليوم 100 دينار السؤال الاولاني فيرست ديليفري قداش عندها من اجونس في تونس 14 اسمع 14 اجابه صحيحه محمد اسمع التصغار يعيط 14 مبروك عليك محمد عندك تو 50 دينار من هدايا فيرست ديليفري كمل على 100 محمد ولا 50 يز كمل سؤال على سيابي كمل سيابي يا دولة سيابي يا دولة قول سيابي يا دولة يغني معك 400 دينار سيابي 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 مبروك عليك ربحت 100 دينار من هدايا فيرست ديليفري يز ال 100 ولا نكملوا مبروك عليك خويا محلاك كليمة باهية احلى ميغالو واحلى جمهور واحلى بنزرت واحلى بنزرت واحلى بنزرت واحلى بنزرت يا حميدة وغلغل يا غلاب ما
دونك حبيت نحكي على مشاهدينا في بنزرت. دونك انت حكي على برشا فيرست ديليفري ليهم اللي عندها ليها ولا بوان واللي اجنس موجوده حاليا في جرزونه. دونك مشاهدينا في جرزونه تنجموا تتعاملوا مع فيرست ديليفري ويعطيهم الصحه وكل مره يزيدوا يوسعوا في الريزو نتاعهم ويستحقوا تصفيقه كبيره برشا. فيرست ديليفري خدمة توصيل متميزة وسريعة في أقل من 24 ساعة على كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. توصلك الليفريزون تاع فيرست ديليفري وهي حاجة ممتازة جدا. فريق عمل محترف ومحترف جدا يوفر لك أفضل الخدمات بأسعار مدروسة. وبالرسمي تهنيك على رأس مالك على سلعتك أنها توصل. كانك عندك شركة وتحب توصل بالرسمي تعامل مع فيرست ديليفري خاطرها بالرسمي توصل لك في أقل من 24 ساعة وهي حاجة ممتازة جدا وعلى كامل تراب الجمهورية. والجمعة الجاية كالعادة فيرست وين مع الحبيب ميغالو. عندي اليوم والله تعرف راهو شادين فيا صحيح كما قلت من الاول قالوا لي اسمعني مصرين الحاح ان نتفرجوا في الرديف على ماتش تونس وناميبيا مع نص الليل. دونك نوعدكم سايبكم قبل نص الليل بشويه الليله بالرسمي ملا بيبليك ويستحق تصفيقه يستحق كبيره برشا. أراه اسمع ما يهمهمش اعطيهم الرديف يحب الرديف. قلت له ماك تفرجت قاعد قال يحب الرديف يحبوا الرديف هكا شو اللي حصل الجمعه هذيا تو سويت توب افلام توب فلوب. نرمين صفر زهره فارس ضحال عريبي سارق في المطار قاعد تشوفوه مع صديقنا طيب لو بوز دو لا سيمين. يعطي صحه صديقنا طيب. هاي اسمعني زيتنا في دقيقنا هذا المثل المعروف زيتنا في دقيقنا دوب الاخبار تخصنا الساعه صحيح. هذا البرنامج من عم حسن. انا عم حسن مكلين على ريوسنا الجمعه هذه انا وياك. عم حسن سيطلع باه خلينا نبداو بعم حسن وبعد نجيوك لك انت بالراحه. جدك عم حسن باه هاي عم حسن دخلت لدارك وسط مرتك وصغارك شكون اللي تحرش بشكون احشم رقد باب. هو انت مصر سي امين يعني باش يعني نتعرض انا للموضوع هذا حرش الرمان اي والله ايش باش نقول لك عم حسن انت بلا سمك خلينا امور جديه بقى. انا وامين خليني تك تك خليك معايا تك تك خاطر يا خاطر حبيبي فهمت تو فهمت انت وردتني في الموضوع تفضل قالوا قالوا توب 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 ولا فلوب ساعة كلامها توب ولا فلوب هي السهلة توب ولا فلوب الحقيقة والمفروض رانا تركناها إلى سبيل حاله ولكن على خاطرك أنت ولا خاطر السادة المشاهدين والمشاهدات ونجيب الجزيري معنا إذا توب توب على شو معناتها توب على الأخلاق الرفعة والعالية والروعة اللي نعيشوا فيها يفهم التحرش واللي عم بحسن أنا حمحرش مش متحرش حقيقة أنا بس واحد كما هكا كما أنا جيب الجيل تروني التحرش أنا التحرش إن تروني يقول أقعد أقعد رأي ذي أمور جدية ويهدي أقعد رأي واحدة واحدة عم أحسن استغلاني لا واحدة وانت قالك تحرش تحبني واحدة التحرش حطه في قصة والله يا عم أحسن تولى فهمتك بيجي جزء مش معطيش حظ شوف يا أمين أنا نخدم صحافي ثقافي هذا معروف عندي واش 40 عام يا حبيبي واشتغلت ايضا يعني مشرف على اقسام ثقافيه عديده متعدده فضلا عن رئاسه التحرير بحيث يعني مضطر وانا العمل الثقافي هذا عمل فكري وفني مضطر ان اعاشر المفكرين والفنانين او الفنانات او ما يشابه الفن او ما يشابه القطاع هذا ومضطر ايضا يعني ما نستقبل احيانا في خاطر هذا الشغل هو هذا نعتبرها انا المساله هذه اللي تسالني عليها نعتبرها حادث شغل هذا الشغل ما في شغلنا نحن هذا اكسيدون دو ترافاي والله اكسيدون دو ترافاي غلط باب غلطه غلطه شغل غلطه تماما هكا سمير العقربي انا عندي بيرو في الدار وعندي يعني صاله ممتده تتبع البيرو نستقبل في نخدم في بيرويا ونستقبل ضيوف ونستقبل جيران قال استدعاني دار مع اولاده ومرته قال استدعاني مع مرته واولاده ولاده اللهم صل يعني بمرتي ولادي يعيشوا معي الحمد لله هي دخلت يعني عائلة كريمة إن شاء الله ورحبت بها وكلتها السردينة زاد الزيتون يوكل بالسردينة تكتيك تصيد أنا من جهة تقريبية وكذا وناكل السردينة ونفرحوا بها والسردينة الملكتة حاجة من وراء الخير ردوا بالكم قال ما عندكم سردينة ملكتة أنا راه تخوف دونك ده صحة استنى اقعد رايح
هذايا هذا نكلم فيه. كوفيت كوفيت ملاحظته قالها سبب. كلمة برك مزيد 4 سنين لنهار كعبة سردينة منكتة مدينة قوم. مزيد ما صرفت عليك. حتى تاكل بشوية يا أخي مزروب. جابها لي سمير العقرب، سمير العقرب جابها للدار كان يخدم معه أو شيء من هذا القبيل. هي قعدنا يعني موجود الجمعة الفايتة وقت اللي أنا يعني أنا المفروض راه أخذت كلامي بما يضيء لها الدرب. أنا قلت لها يعني من يتحرش بنا؟ أنت سيادتك بعراك بقراك بجسدك يعني الذي حولته إلى سلعة وتجارة رخيصة تتحرشي بالشعب التونسي أم الشعب؟ لعلها تكون ما تلزيت لها برشا أحسن. أنا لزيت لها بربي هذه قال تحرش بي أنا هي إيش باش نقولها؟ نقولها عري هي ما عرفت هم نقولها أشت هي طشت إيش باش نتحرش بها؟ هي فرحانة بروحها كيكا أم أحسن؟ ربي يعينها ربي يعينها. وأنا قلت لك ما هو الأكسيدون دو ترافاي شغلنا يحتم علينا يا امين ان نقعد 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 مع امين نقعد مع ولد عمي. وينك يا ولد عمي؟ زيد شويه صح انا جيت زيد شويه قلت حمس سردينا حسيت بك شوك وبيك الحكايه هذه وما تنطلق به واضح. اسمع لا ما نخلص الموضوع اكثر من حجمه مش واضح. هذه تبع موجه جتنا في هذه الثوره. تتذكرش انت وزير الثقافه مهدي مبروك خونا مهدي مبروك رجل ناس مليح هو ولكن اخطا اخطاء شديد عن حينما قال على نانسي عجرم على جثتي ما تجيش الكرتاج على جثتي معناها يعني على كل هذا تعبير. اذا انتقم منهم الاعلام بهذه النوعيه هذه. وانا في الاخير ايش باش نقول لك انا البارح حليت على هالكتاب يا امين يا اخوي لقيت عمتها تتبرأ منها لقيتها شاكي بابا اختنا ما نخرجش لا شو اختنا شايف هذا الموضوع تقول لي اختنا امين خلينا رايدين خمسه امورها عايش خويا اسمعني على غير كوم على غير اللي يحب يتكلم معنا نتكلموا معاه يا حبيب اعطينا فرصنا باش نتكلموا ونفهموا الناس ونوروهم شنو هي فاش قاس شنو هي طبيعه المراره اللي نعيشوا فيها نحن. اذا يعني تجي الان هذه السيده وتعمل هكا انا نقول الموجه هذه ان شاء الله بدات تنحسر لان كنا نعيش في مرحله استعراضيه كل واحد يستعرض علينا واحد يستعرض علينا بدنه واحد يستعرض علينا ثوريته واحد يستعرض علينا بالبونيه في المجلس النواب يعني استعراض متواصل ومتتابع واضح بارك الله فيك وحب نقول لك يا اخي لا حب نقول انا نحن هنا الو الو حبيب الله شكون معايا كيف شكون طلبني سردينه هيج هيج سردينه هيج اول قيل لا صح عم احسن سردينه عم احسن سردينه ترجع كنت تبيع الحوت يا فرخيص اي والله بحليك والله الحوت حتى هو مازال صغير ما دام يتحرك الحوت عليك يا عم احسن مريم الدبيق قلت زيتنا في دقيق نبداو الاولادين مريم الدبيق قالت ما عنديش علاش باش نعتذر من حنان وانا خلصتهم حبس شنو رايك؟ هل صحيح الساعه انت حنان الاسقاط قدمته خارج الاجال كما قالت هي؟ نحب هذا سوجي امين اليوم نسكروه ما عادش حب نحكي عليه عاملين عليه طاوله وعشره كراسي وقاعدين نحكيو نحب نعاود نعمل ريزومي نتاع السيتواسيون. مريم عملت فيديو خايبه ياسر ما ستلي عرضي ما ستلي عايدتي كان هي قالت ما يقلقهاش كلام هكا انا يقلقني انا نعرف شكون وين نعرف ما تعملوش هكاك شنو قالت صغار قالت صغار يتفرجوا ما تعملوش هكاك راهو تنجموا لا قالت ميسي حتى كان تعملوا ما تسميوش بالاسم ولقب ما تعملوش غلطه نتاعي انا نقول الصغار ما تعملوش بالكل مش ما تسميوش باسم ولقب ما تدخلوش في السقف هذا ما تدخلوش في السبان في مسين العرض في العائلات الفيديو ما سيت لي عرضي وما سيت لي عائلتي وما سيت لي خدمتي استنيتها باش تطلب سماح ما حبيتش تطلب سماح مشيت نشكي باش ما نقعدش نتفرج وانا الكلكم في البلاتو والعبيد كل يتفرجوا نعاود نقول راهو العبيد كل مشات شكات خاطر حتى حد ما يحملها في روحه في عائلته في صغيره اللي ادوليسون اللي مش امه مش هذا السؤال ليه نكمل نعمل ريزومي على خاطر الحكايه سي فاسيل لي ميديا استنى نكمل عاد الريزومي خاطر نحب نسكرها وما عادش نحكي عليها الحكايه شكيت العبيد كل جاو قالوا لي حنان سيل توبلي عائلتها وجماعتها اعطينا اسقاط راهي ماري بنجم تدخل حبس خممت ميم سي انا مشويه وموجوعه قلت به باش نعمل اسقاط خاطر ما نحبش فينا المهم ما نحبش تدخل حبس بيسكو هي حكيت على زوجها نجم توا نحكي على زوجها زوجها بحذايا امان حنان عايش اختي ودرا شنو معناتها زوجها جاك وطلب منك اي الاسقاط عايشك راهي مريم ماهيش هكاكا ومريم وماك تعرفها مشينا انا وزوجها ومي قالوا مشينا البلديه وصححنا الاسقاط وعطيه الورقه نتاع الاسقاط ومشي هزها للمحكمه دونك زوجها قبل ما مريم هز الورقه للمحكمه هز الورقه للمحكمه قبل نهار الجلسه قبل ما يتحكم عليها وقبل ما تدخل هي قدام النيابه
كان انا سمحتها، انا وقت عطيت ورقه الاسقاط امين انا خرجت منها الحكايه سي، انا تقويت على قلبي وعلى كرامتي وعطيتها الاسقاط باش ماري ما تدخلش الحبس. كان انا سمحتها ونيابه ما سمحتهاش، انا شو مدخلني؟ انا وليد دخلت الحبس، مش انا دخلت الحبس، كلامها دخل الحبس والنيابه ما سمحتهاش على خاطر على كلامها على فيديو نتاعها هي اللي دخلتها الحبس. انت حتى بعد الكلام اللي قالته هي قالت ما عنديش علاش نعتذر، انت مسامحتها بينك وبين روحك ولا؟ انا مسامحه روحي ديجا، انا وخلقي مسامحه، معناتها مسامحتها وكاهو قلت لها دايغ عند هيجي، قلت لها انا مسامحتك اكاهو حكايه بو موا تسكرت وكاهو. فما ديتاي صغير حنين ولا؟ صحيح تو طلبت منها فلوس ولا؟ بيان سور كو نو. ما لاش هي الحوايج اللي ما تقالش في التلفزه، ما تقالش في التلفزه انا وريح. انت طلبتهم عندها، طلبت منها ما طلب ما تقالش في التلفزه شنو هي؟ اللي هما تعمل فيديو اللي تقول لي سامحني فيها. هي في الحبس كيف باش تعمل فيديو هي في الحبس؟ وقت تخرج صححنا ورقه مع المحامي الاستاذ بلال طازني اللي عملنا ورقه وقت قبل ما تدخل الحبس، تو انا الاسقاط باش نعطيه لها باش ما تدخلش الحبس موجوده المحن. هي مازالت ما دخلتش، هي في حاله ايقاف موجود الاسقاط ومطبوع. خلينا ننساش الكلمات بالعربيه، خلينا نقولها ما تنجمش تقولها. الاسقاط موجود ومطبوع بالمحامي نتاعها، يقول فحوه نتاع واحد اللي هي ما عادش تدور بصحتها بمعناها بلغتنا، ما عادش تهبط عليها فيديوهات. هذا اش طلبت؟ لا فما لا فلوس سيدي ذكر. انا حاضر في النيغوسياسيون اللي صارت هذه نتاع عطينا الاسقاط. السيد جاي موجود بعدين، ماشي قال تعليقات فما حاجات ماكس سهل بالكلام نخرج نتكلم انا ما تقالش. شنو الحاجات اللي ما تقالش؟ قول لها هي تقول ترى هي قالت ما تقالش. هاو معنى انت هي اللي ما يتقالش قالته، معنى جات في هذه ولات ما تحبش تقول. ما ولات خايفه من الحبس، انا دفعت فاتوره ما فما حد شيء، لا طلبت فلوس لا طلبت الى ان حكايه 40 مليون ولا 20 مليون. 40 مليون انا بجورفيتمون تاع اليوفي لابس لك توا. عطيونا بلي عطيونا لي بروف باسكو طلبت فلوس وطلبت درجة شنو، عطيونا لي بروف خاطر انا زاد عندي الورقه وعندي المحامي نتاعها اللي هو تيموان وجماعه الكل تيموان والورقه نجم نخرجها معناتها واضح. الجانب الثاني اللي باش نسال فيه بيا، بيا هل حنان هي اللي قتلك على زواج زواج مريم الدباغ؟ لا لا احنا حتى في الحلقه وقت اللي تكلمت انا يعني قلت الكلمه عادي، ما كنتش نتصور اللي وراء الحكاية مشاكل كبيرة اللي هي العائلة ما في بالهيش وما في بالهمش. أنا شو قلت ساعة؟ أنا قلت قالوا بلكش تطلع إشاعة تجم تقول قاعد تزوج، معناتها أنا في بالي معناتها المرأة تتزوج فما حاجات برشا تتبدل في أنا في الكومبورتمون. أنا بيا قلت لك وهيشتك لا لا ما قتليش حنان. كنت مستدعي للعرس ولا مثلا؟ لا 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 شو سؤالي ما قلتلكش مشيت ولا لا؟ قلت لك كنت مستدعي ولا لا؟ ما كنتش مستدعي. ما كنتش مستدعي واضح. سمعت من المشاهير والناس المعروفه فما كانش لي بيبيز ولا شكون نتاعها هما بالكش ما في بالهمش، دونك تصدموشي كي سمعوني وما في بالهمش، دونك سي با اوسي غراف. معناتها احنا لا تكلمنا على اعراض وما في باليش اصلا اللي باغ اكزومبل الكلام اللي قلته ينجم يعمل مشكله على خاطر العائله ما في بالهاش. ما كنتش نجم نتخيل ولا نتصور وكهو. واضح يعطيك الصحة بيا بيه. ننهي هذا الموضوع في الأخر. فما ربي يمين وإن شاء الله السوجي هذا يتسكر، وفما ربي اللي هو يعرف لا فيغيتي والحمد لله يا ربي. واللي يبدا بالسماح هو اللي أحسن عندي. أوكي عندك بالسماح والسردين هذوما. بدات بالسماح هو بدات بالسردين آخرتها. ذكرت اللي تلوموا معناتها أنتوما، قلتوا معناتها مريم دباغ عملت عرس قبيله معناتها ما هبطتش صار ما عملش شيء، هلموا على ذكر يا عامله عرس وحاطه استدعاء حاطه في اسمها كهو. شو عرس وحدك؟ لا لا بلاش سردينه؟ انا توا مازلت ما طلقتش راني الجلسه. اي وقت عرس انت وقت عرس ما تطلبوش ما تطلبوش على مريم وقت عندك شكون في الطاوله عامل هكاك. مصغر انا. اي معناتها كنت تنجم تلوموا عليها. هي شهرت. لا هي شهرت. بلاش شهرت الرجل بلاش سامح تعرفوا رجل ذكر انت شكون؟ قالت لي عرست قالت لي عرست سي امبورتون. وما إيه؟ صدقوش هبط مضمون زواج غطيت الطرف الاخر اللي يعني فما واحد يعمل انفيتاسيون تاع عرس حط فيها اسمه كهو وما عرفش تعرس بروحك. نهبطوا لا هبط مضمون زواج، مضمون زواج كيفاش عندي ما دعاه يا ذكرى. لحظه ماني عايشكم نحكوا مع بعضنا. اخي نحكي لك على واحد يعرس يحط اسمه هو كهو فسخت اسم راجلها. فسخت لا فسخت اسمه هو بيان سور فسخته معناها هبط الوحده كامله فسخت اسمه هو خاطر هو رافض ما يحبش يعني. تشرفوا عائله وحده باش تعرس بوحده. لا فسخت انجبت وحده امين في مضمون زواج فسخت البارتي اللي فيها الديجونيسونس ولا انت لا هبط تصوير الزواج لا هبط حتى شيء. اي هذا من حقي ولا كل واحد حر ما تغشش عليا. لا انا ما تغشش انا نسال تعرف علاش نسال اللي تلوموا عليها
على العباد ما هو انتم عملوا عكسه. مش كلهم انا احنا ما لومناش نحكي عليكم انتم قلت نحكي على الساده المشاهدين اللي فيهم ينجم يلوم على العباد وهو ينجم يقبل عكسه. الانسان يختار يحب يعرس بالزازة يحب يعرسه وعائلته يعمل حنه يحب يعمل كاتبين صديق يعني ما عملش جريمه انا حره وهني تو قاعده نطلق. معناتها هل زواجك القادم بشكل القادم انا هو وقتي معناتها هو المنشط تاعك اللي بعده بعد الطلاق الله اعلم شنو كاتب معناها هي الدنيا ما تقف على حد اللي باش يحب لي واللي هل 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 تخمن نهار اخر انك تعاود حياتك هل تخمن نهار اخر تعاود حياتك ولا باش غايره مازلت انا ولا تقول حياتي باش تكون لولدي مثلا وعلاش انا زاده باش نعيش وحدي معناها نعيش انا ولدي والراجل المناسب نعيشوا ثلاثة سواعدين تهبط تصاوروا وتعمل استدعاء لا نشاوروا هو نشاوروا نشاوروا نحبش نساء حكيت معاه ما يحبش نشافوش حتى شكون يا ولدي مازلت ما طلقتش ما عندي حد في حياتي وفي طلاق توا اه يا سيدي زهرة فارس علاقتي مشيت بسبب سحر نجموا نشاركوا توا معاش دقيقنا في توا تنجموا تشاركوا توب ولا فلوب اي خاطر قيد توب ولا فلوب تمنوا اللي فما الحكايه هذه تنجم تتفركش علاقه حب بالسحر ولا لا فيكم شكون تعرف من السحر يهز توب فيكم شكون ما يعرفش معناتها السحر يهز فلوب فلوب معناتها ما نصدقش وما في باليش وما نعرفش وما نحبش نعرف اه لا توب نبدا بيك سي نجيب ومن بعد نجيك ذكرى بعد نمشي ليمان السحر موجود في القران معناتها حاجه موجوده في انت سحروك قبل ولا ما ينجموش يسحروني اني مسحور بطبيعتي رباني مسحور من عند ربي مسحور من عند ربي اما هو موجود في القران موجود في مجتمعنا يصدقوا العباد ينجموا باسم السحر يحطوا حاجه يولي مريض يمشي يداوي يدخل في حيط اما موجود ينجموا يفسدوا بين مراه وراجل مثلا بالسحر نجم مش بالسحر هما يتسبلوا معناتها كي هما يتسبلوا مراه والراجل يتسبلوا على بعضهم يلقاو التسبيله على السحر خاطر انت مشيت لي في جانب ديني وفي جانب الديني الايه اللي ذكر فيها السحر كان في تفرقه المراه والرجل بين المرء وزوجه معناتها كان الاستعمال الاول نتاعو هو هذا الاستعمال الاولاني للسحر كان في فرق كان هذا معناتها انه فرقوا بين المراه ورجلها باه ذكرت في توب مالوغوزمون انا تعرضت قبل للسحر وهبطت على انستغرام المتابعين اللي يعرفوا يعرفوا القصه وقتها كان السبب نتاعو هو تفريق العائله وانا كان وقتها في بدني عملت التحاليل شهر كامل في بدني كل يوم ما نعملش سبور ما تحتش كل يوم سقيه كلها بلايص زرقاء ملوطه وتمشي وتطلع لي البلايص وتكبر ومن بعد تولي كيما الحزازه وتمشي وبش يطلع لي فهمت في وجهي عملنا تحاليل حتى لين طبيبتي تسخايل كونسير نتاع دم عملناهم التحاليل كل نسخايلوا البلاكيت طايحين كل شيء الحمد لله تحاليلي في صحه جيده من بعدها عملت رقيه عملت ثلاثه مرات بديت الرقيه نتاعي نهار الجمعه نهار الاثنين وانا شهر كامل بكى الزروقيه نهار الاثنين ما عندي حتى شيء صافيه كملت الرقية نتاعي والحمد لله وقتها زاد نتذكر انا ديما باش نوضح انه باش العباد ما يمشوش يعملوا حاجه ساعات راه مش ساعات في مخك تعمل حاجه باهيه راه قاعد تضر في روحك وتدخل في لحظه لازم تختار تدخل الشخص في الشرك بربي راه هو حاجه اخطر من الرقيه واضحه الرقيه في استعمال فقط قران فقط قران لا تشرب لا تاكل حتى شيء فقط ما فما حتى تعويذه لا نشرب لا ناكل حتى ولا حاجه من نوع اخر كان بالقران فقط وخاطر القران هو دويك حطيته به ايمان تعرضت انت للسحر تعرفت للسحر ونمن اللي فما سحر وكل الأديان تحكي على سحر وتمن به احنا كمسلمين نمنوا بالسحر موجود في القرآن كما برشا توينسا انا تعرفت للسحر اللي حكيت ذكرى فيه معناها نذكر فما تبة يقول لي ما عندك شيء نعملوا تحاليل ما نلقاو حتى شيء وصلت كي ناقف نتيح كوفيد هذاك كوفيد هذاك كوفيد نجيب يضحك اي والله نحكي بكل جديه معناها كي ناقف ما نجمش نقول علاش يضحك ساعه يضحك على الحكايه انا تو تحكي بالحق ولا تفدلك بالفش انيمي لا نفدلك تو هذا كلام تو شي الشعوذه هذه قالت لك يا ولدي شربوا من بعض الحوايج بكيكة استهداف ما فماش ليه سحر والله يعجبني نجيب اليوم معاك انا اقسم بالله ما احلى شربوا من بعض الحوايج قال لك سحر ولخيا وقاقره وبطراج شي الدروشه هذه تو فم هكا تو بعقلكم انتم هاي خاوي جيبي سحر خلي يرد لي ملياردير لا السحر ما يجيش في هذاك سامحني فيك يا نجيب السحر يجي لي فلوس ويقعد اش بيهم ما نجموا يعملوا شيء في ميقال وحنان هاي يعملوا معتك يعني والله لقيت الجمعه اللي فاتت حكيت لك عليها امين الجمعه اللي فاتت في الفيست اللي لبسها نلقى واحده هكا
نقيت واحد طلعت نتاع الندى اللي حطها في التلفزه هذيك بيسحروني انا المره على الفيسبوك قداش مسرع عليه هو سيد الامه لحظه ما تحسوش هو حجيج جايب دينهم على الفيسبوك هو سيد الامه يعني خليتها في رايهم باطل اسمعوا رايك كمل حنان كمل محمد وتعرض للسحر وانا لاني زايده على العباد لاني نقص على العباد احنا في مجتمع تونسي والمجتمعات العربيه وحتى الغربيه راهو يستعملوا السحر لاهداف معينه باش يقلقوك في خدمه احكي لي على روحك انت ساعه تجربتك الشخصيه لقيت حاجه في جنينه نتاعي لقيت حاجه في دبشي مكتوبه حاجه كتيبه اي معناها تصويرتي ومنقوبه ومكتوبه سرطان ومكتوبه موت مرض الى اخره يعني قعدت الفتره طويله مريضه نتعب نمشي نعمل تحاليل ما نلقى حتى شيء في الاخر كما قالت ذكرى تعالج هذا الكل راهو بالدعاء بالقرآن تحط كسمية تقرأ سورة من كل قلبك تقول يا ربي عاوني اشفيني هو الكل مكتوب إنسان يتعرض لحاجات في حياته ابتلاءات كتبها ربي وربي يعرف وقتاش باش يزيل عنك الهم هذيك والابتلاء هذيك ونعمة بالله والحمد لله على كل ابتلاء وعلى كل خير جربها أنا لا باش نجرب أنا خاطر تحكي على تجربة قالت كنت مريضة الحمد لله ربي شفاه قالت حطوا الماء باش نعملها تو في المباشر ما لا لا وقالت تتمنى حاجه يا ربي نخلص يا ربي نخلص يا ربي نخلص يا ربي نخلص يا ربي يا كريم يا فاضل يا ربي كل امين امين اشربوا الماء اشربوا 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 في بريك حطته باهي حتى في كل عائله فما طفل صغير مبلبزها وانا مبلبزها يا ربي حتى اكتوبر ونوفمبر باهي على زومبي باهي لحظه لحظه اصبر اضحك اقعد اضحك عليك حتى هو شرب بس ما نجيب شرب حتى نجيب مش خالص عندي شوي شوي اشرب وائل يشرب طريقه اللي يشرب من كاس اسمع نجيب غزر قال بالطبيعه موجود السحر في القران وبعد شريه لها الطفل قال ما فهمتش انا ما تحاميوش فيه ساعه بشوي موجود ولا مش موجود انا نعرف ومتاكده اللي هو موجود في القران اما مش موجود على اساس انه السحر بالحق لا على انه فما اللي يسحروا ولكن اللي كاتبه ربي هو اللي باش يسحر شنو معنى هذه وشنو معنى لحظه انا ربي وقت اللي يخرج لك انت باش نفسي انا لحظه ايمان لحظه ايمان باش ما تخرجوش بالله في امور دينيه معقده جدا لا لا لحظه ما تخرجوش في امور معقده نجم منشط يعطي رايه معقد تفضل باش نكادري شويه ماني عايشكم ما تغنقوش خاطر نجم لهنا نجاوبكم بطريقه مقتضبه وبسيطه جدا ربي قال حتى كان تعملوا السحر راه ما يتعداش كان بارادتي انا في الاخر حتى كان يصير سحر راه مش اوتوماتيكمون يصير سحر راهو يتعدى بما معناه انه ربي كي يصير سحر هو اللي يذله باش يتعدى اللي حاجات يعلمها كان ربي سبحانه ما تدخلوش في نقاش ديني يعيشكم كل واحد يحكي لها تجربته الشخصيه فقط تفضل طيب برافو اي اما هو قال موجود وبعد قال لك كيفاش تقول موجود تسحر هو رايه هو حر في رايه باش تحكميني تو هو حر في رايه يا باهي على الطريقه هذه اللي قالت اها كيف ما فهمتش ما فهمتوش ما فهمتش حبيت نفهمه باش نفهمك في العموميات في القران موجود بما اننا شعب مسلم هذا في نص القران ما فيش نقاش صحيح موجود موجود الطريقه اللي قالتها هي قالت دخت وقمت وكذا انا في تقديري انا مش هذاك السحر شربوا حاجه باش يمرضوا علاش نقعدوا نتناقشوا في كل كلمه ما دونك تجرب علي انا تسحرت لا انا ما ليه ما الحمد لله تسحر بيا ما تسحرش أو لا أين نسحر هاي سردينة هي تسحر تسحر بغزرتها تسحر بجمالها لا تسحر بعمرها عم حسن انت مزيان انا عندي فكره عم حسن يخمم من عم حسن سحروه قبل بالسردينة؟ لا بلاش الشوك سردينة اي رشاك والله عم حسن بإيجاز تعرضت للسحر انت لا الحمد لله قالوا ما يحكش فيك انا اخوك محصر نظن من فضله هي تعالى ثم جاء ربي حكايه زهره فارس نسلموا عليها زهره فارس ولي زهره مش علاقتي قالت العلاقه فيها انتهت بسبب السحر انا نقول فما ناس ما ينجموش يتحمل مسؤوليه اشيائهم ولذا يعني الساحر يخلصهم منها كي يقولوا سحرنا او انا باش معناها مدر يعني انا بريء انا بريء سحر او يا سحر مسحور ظاهر مسحور رد عليك خلينا نسمع حنان هي الوحيده اللي ما عطاتش رايها زهره فارس حبه برشا وجو سون لا دولور معناتها واحد وقت يتعرض على روبتور لازم ترقى اون اكسكيوز يمكن هي حطته في السحر
وكاو ما ربي يعينها خاطر سي با فاسيل. وكان يمكن انا جي كخوا السحر ان شاء عمري ما تعرضت له. حضر روحك الجمعه هذه باش تسحر. هو لبستك هو لبستك كمان مروكي. انا سحري مش من النوع. او بجيب لك برد. انا مش هيك النوع تاع. هو السحر نتاعك. ربي يا امين كي تحلتوا على النفس. راهو في تونس عندنا علماء نفس. عندنا محلل نخرج من لا 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 عندنا ناس مختصين. ما نسخر من هذا القطاع العظيم. نسخر يا محسن نسخر حتى. شو يا حد واحد. لا ما يعملش سخرت. ناس تحلل وتعرف وتنجم تحلل. قلنا احنا شو تحب يعمل لي مشكله من الناس خال. قلت انا باش نسحر كان سحرنا بالجمعه الجايه. شو مشكلتك انت يحب يشيل لي مشكله بالسيف. حب مرته ارنب. حب رجعها ارنب. يا خويا ان شاء الله باش. حب رجعك سنجوب تو. لا لا مرتك هذيك. رجعك سنجوب تو. سيده زوجتك رجعها ارنب رجعها فلوس. لحظه لحظه قطعت هذا برشا اخبار تبارك الله الجمعه هذيا. باهي سارق في مطار المنستير سرق كابوت نتاع مسافر ومن بعد حط الكابوت نتاعو ونسى البادج وتليفونه في وسط الكابوت نتاعو وحطه في فريشه السيد. ونعم السرقه توب ولا فلوب؟ توب توب ولا فلوب؟ سهل على الامن. ابدا بينا يمين ابدا بينا خاطر مازلنا كي عجبنا. نقول لك طفيونا شويه. الجمعه اللي فاتت مشينا انا ومقال للدزاير. يحل فليش وانا مشيت البيت وحليت فليش وعلقت حوايجي نلقاها مبلبزه فليش ما سرقوا لي شيء. يقول لي جيجه شوف فيليشي. اقسم بالله يا امين نقولها لك انا وكان نجم ضخمان. انت يقولها بلطف الساعه. هزيت معايا ملابس كل رولي ودنيا وفيستات الدنيا بارده غادي. باش نمشي نقابلوا سيد عنده قناه غاديك باش تعديوا معاه انفيتي في برنامج في رمضان. واحد ما نجمش لازم ياخذ ملابس اخرى يعني. شنو ملابس اخرى؟ الداخليه. يرقوهم بلاصته اللي معها الكل هذاك. انا ما في اقسم بالله عندي ساعه تعرف ايش خلاو لي؟ خلاو لي بوتون مونشيت تاع السوريه وزوز شورتوات وماريو خلعه. معناها السيد باش يقابله تاع التلفزه تقول جوريت عام 78 باش يمشي. زي ما خلاولك شيء. بوتون مونشيت. انا شاكي هذول يمشي يسحروني هذول. راسات لقيت متيسره من غادي. حوايج باش مشيت على الاقل قعد لك ملابس داخليه على الاقل ما قعدلوش هزهم له. لا خليني كان داخليه خليك كان داخليه لابس مالوغوزمون مازال برشا سرقه في الفريجات لازم نرقاو حل. انتم ما تعرفوش لهنا ولا في بلاصه اخرى. الله المهم عندي زملاء ومشيت. قلت لك انا شارد دخمتها فهمت خاطر برنامج عائلي. سرقت مره في المطار ولا؟ اي مشيت ندسكر هزولها فاضل تاع الجمعه اللي فاتت. الكارت سون اللي نخدم بها سرقوها لي ما لقيتهاش. الكارت سون زوز هذاك الكارت سون بلاش فيزا شام بها واحد مش محترف. اي هو راه ما نصورش فهمها راهو شايف ماكينه هكا تفجع وكل يقول لك حاجه. اللي تفتح مطول شعره متنكر. تعرضت للسرقه في المطار ولا؟ والله في كادو جايبو شريت انا ثلاثه كادوات. اي كي تاخذ زوز ثلاثه بلاش عرفت. اي هذيك صارت لك لقيت كان زوز. انا في البروفيسيون سرقوهم لك الزوز؟ لا لقيت زوز برك سرقوا لي واحده زايده بطبيعتهم هذوك. ثلاثه كيف ما هزوز نعرفوا اللي تفتفى يخدم في المطار اسمه حسن بالعثمان. إيمين سرقت في المطار ولا؟ لا انا الخبر هذايا امين انا الحقيقه من الاول قعدت بيتا قلت لتوا مازالت سرقه ومانيش باش نعرفوا. اما حسيتها هذايا نكايه في زميله معناها ما نتصورش ان السارق اسو بوان ابله كما يقول سي حسن يا ابله. دونك يظهر لي حبوا يعملوا مين الحد حطوا له تليفونه والبادج نتاعو في الفليجه. اي عم حسن انا ما وقالي حد شيء. انا ما وقالي حادثه طريفه هي تشبه كاينة في المرويح في الكهرباء بعد. مشيت لبنان شريت يعني برشا ملابس برشا عرق. عرق؟ عرق نوع مشروب لبناني. في لبنان اي في لبنان خاص باللبناني حاجه حبيت تهديه لنا يعني. قول لي ثلاثه اوفر دوك. اسمعني حوجات صغيره الواحده ب 5 دولار. صغار يتفرج تاع سوريا خير عم. لا لا نتاع وعندهم صعاب. والله مش مصدق والله هذوما المفكرين نتاعنا. جيب لكم شويه اجيب لك شويه زيت. بابس صغيره على شكل يعني معناها تمشي عم حسن على دبوسه صغيره على شكل هذيك الجرينه روعه بخمسه واحد جبت برشا كميه. قال لي ممنوع. قال لي الديواني قال لي ما عندكش الحق الا في زوز. عندك الحق في زوز فقط. شربهم الاخرين في غير. اي بالضبط بالضبط. كي تزيدوا روح كملها الكل. قال لي ما تنجمش تدخل بهذه الكميه هذه. قلت له قلت له خليهم. قال لي خليهم
قلت مستحيل ندخل ندخلهم في كرشي. قلت وعدوه في الباجاج هو وقتها وعدوني بارك الله في الامن حطوه في فاليجه وبعدوه بارك الله في الامن بيوتك. ما تسرقش مستحيل في المطار عمري ما تسرقت ولا هزوا لي حتى شيء لا في بال ولا باس في البيت. الحمد لله ما به والخايبه فما في البايسكل به. بين احمد ربيعي وصديقنا معز بي دي باش خليكم انتم تختاروا الاخبار اللي تحبوا تحكيوا عليه. اللي يختار احمد ربيعي يهز فلوب، كان تحبوا نحكيوا على احمد ربيعي يهزوا فلوب، كان تحبوا نحكيوا على معز بي دي يهزوا توب. تعرف شنو الاخبار الاخيره اللي تحبوا تتناولوه؟ دونك احمد ربيعي يهزوا فلوب واس بي دي يهزوا توب. اي ميغالو امان ما تخدم لك كرك ما هزش نحكي على زوز هذاك واحد بركه باش تختاروا خويا تو نحكي على توب. شكون نحكي توب على سبيدي وفلوب على احمد ربيعي؟ مش فلوب لي هو معناتها كان تحبوا تحكيوا على احمد ربيعي الفلوب اكثر به ما تحبوا تحكيوا على احمد ربيعي به. نبدا منك انت باي باهي انا فلوب على شنو احمد على الكلام اللي قاله على صابر ربيعي ولا اللي صابر ربيعي بيان سور على الكلام اللي قاله على عمو. حبيت نقول اللي مهما يكون ومهما عمل لك عمك راهو نجم عربي راهو فنان كبير راهو باسمه والتفاصيل هذه ما تهمش الناس. انت لهنا ضريت اقرب الناس ليك راهو بالتصريح اللي انا تصدمت قلت انا نتمنى نموت والله ولا واحد من اولاد اخواتي نهار يجي قدام الناس وقدام العباد ويقول عليا كلام كما قالوا احمد ربيعي على صابر ربيعي ويقول لي عمي تستخسر فيا اني نولي مشهور ولا استخسر فيا باش يعاوني. نجم نعطيك ملاحظه صغيره باهي تفضل ملاحظه صغيره. هل انت مقصره مع ولاد اخواتك مثلا؟ فما اللي مقصره معاهم فما لي لا سؤالي كان واضح. هل اجمالا انت تعتبر لا 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 مانيش مقصره الحقيقه. ما لمش يجي حد نهار اخر باش يقول عليك حاجه كما هكا واضح فقط. ايه لو نجم يكون هو حاسسها لا سامحني شو انا حاسسها قد يكون لا سامحني عنده 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 مماته اللي هي ام صابر يعني خممت فك المراه المسكينه اللي تتفرج في ولد ولدها يقول على عمه كلام كيما هكا ثم سامحني ثم سامحني لا تعرف ولا ما تعرفش ثم سامحني. انت صابر ربيعي مش شويه اسم كبير وكلمته اللي وشهادته اللي تقولها فيه باش يتحمل مسؤوليتها طول عمره. دونك انت تتصور روحك اللي انت فنان المستقبل في تونس صابر ربيعي ماهوش يشوف فيك اللي انت فنان المستقبل في تونس. علاش تحب يكذب على العباد؟ رايك ونحترم فيك ذلك. علاش تحب يكذب؟ التزموا بالله بالتوقيت نتاع الكرونوري باش تسمعوا 30 ثانيه فقط. عم حسن انا بالنسبه لي نتصور من لا لياقه من عدم اللياقه واحد يعمل لك مزيه يطلعك على الركح هي ولد خوه ها وجدت صادف دور خوه وطلعك على الركح ما قالش هو شنو اعتراضه السيد احمد هذا؟ قال لك علاش ما قالش عليا راني مستقبل الكون. الاخرى قالت مستقبل تونس قال لك ما كنتش محضر روحي وقت طلعني هو هذا ديما يعني يبات يرفض هذا يدل عليه هو مش صابر ربيعي ما ساعدنيش ما عاونيش فيه. اسمعني بارك الله في صابر ربيعي على كل حال وكذا هذا ما ينقص من امر حد شيء. انت التوقيت ايمان انا معز هزيت توب ولا فلوب؟ اي معز باش نحكي هزيت توب؟ لا لا ما فماش اوكي ملا لا دونك باش نحكي على جماعه معز ما نسكتوا نحن احمد صوته باهي موضوعكم طاح انتم احمد صوته باهي برشا وكان من المفروض صابر ربيعي يقف معاه هذا ولد خوه وبار مش ولد خوه حتى لو كان لانه صوت احمد ممتاز جدا ما فيها باس حتى ما كانش ولد خوه كان شاب تونسي وهو فنان كبير يقف معاه باش يطلعوا شنو فيه الناس بالناس والناس بالله ما هو طلع صابر ربيعي فنانين اخرين معاه مش مطالب باش يطلع او هكا ولد خوه او كيف الصدقه ما لا مش بما في الغناء والابداع صدقه ولا صدقه في الابداع عندك ولا ما عندك صوته عنده هو عنده شنو عنده لا بركه من يحكي لا عنده يا سيدي يا عم حسن صوته به مستقبل انت تتراه عليك مستقبل نعملوا له يعني من افضل الاصوات يعني بعد هو السيد هذا من افضل الاصوات احمد الواء ما شيء من افضل الاصوات شنو مستقبله وتاريخ وماضي والله عيب عليها عيب عليها لطيفه عيب عليها لطيفه يعني فيها يا لطيفه تشجع في الشباب شجع انت يعطيك الصحة كي تشجع في الشباب اما لخاطر غشير شجعوا يا خويا زيدوا شجعوا ربي يستر الشباب منكم مش منك انت خاصة ما تقبلش راي ما عندي سردينة يا عم حسن لحظة يا عم حسن لحظة ما تقبلش راي مختلف معاك انا راي هذا عنده راي عنده راي هذا ما كانش السردينة عنده راي هذا من جهة خليل شيش انت ضرب في الوسط لا لا بالعكس انت وجودك مهم اليوم انت وجودك مهم برشا يبان غادي في اليوم
برا شو كنت برافي نختلفوا راهو عادي نختلفوا كل واحد عنده وجهه نظر وهذيك اسمها توب فلوب نجم نقول لك اللي كنتي توب اللي هو فلوب وهذاك عادي نجيب الزيري عنده مشكله خاطر ما عندهاش مشكله ربي هي مشكله ما صابت ربي ينجحوا اي خاطر فنان النفس فيه المشكله نتاع فلسطين وعركه ماهر الهمامي والدنيا خاضت عندي مشكله عندي مشكله انا ما دافعش على القضيه الفلسطينيه نولي اي واحد انا مع احمد ويا احمد راك معلم وربي قوي يساعدك وانت اقوى فنان وانت المستقبل وشكون البطل الفنان اللي دافع على القضيه الفلسطينيه الكل ريت وريني ايش عملوا ايش عملوا الدفاع المسلمين اللي نجم والله هو عطى فلوس على الاقل هما ايش عملوا كان الكلام وكا هما ما شطحوش على الجثث والعبيد غاده تموت هذيك مساله اخرى انا معاك فيها هاي الترجي ما احتفلتش لان احتراما في القضيه الفلسطينيه في ال 105 متفقين رغم اختلافكم على موضوع صابر بيع متفقين انه ما كانوش مشغل ما كاروش غنى اللي ما اللي الغنيات اللي غنيهم ما كاروش غنيهم هاكم متفقين في ريبرتوار غارت انا فلوب على خاطر الموضوع تجبد في التلفزه على خاطر بيا تعرف اللي انا اكثر واحده عندي تجربه في شبه الموضوع هذايا انت حكيت المناوشات اي هذاك الويه انا غلطت معناها حسب تجربتي غلطه كبيره تجبد المشاكل العائليه في مواقع التواصل الاجتماعي فما المناوشات تسيري في الظهر ماذا بهم في العائله مش كيما عملنا احنا على خاطر العائله تتحطم تحب ولا تكره العباد باش تدخل بالصلح العباد راهي باش تزيد تفتن باش تزيد تكبر باش تسمع هذا وهذا باش يرجع علينا الكل بستريس ويرجع علينا بالخايب يعني ما عادش نجبدوا على المشاكل العائليه في التلفزه من هل كانت تجربه خايبه بالنسبه ليك انك حكيت عليهم مشاكلك العائليه هما حكيو عليا زيد كان متبادل معناتها ما هو نجم يعني ما نجم واحد يبادل طيب مثلا نكريت مثلا نجم يكون احمد ربيع حكي صابر ربيع عمرك ما كنت تسمعوا يجاوب جمله على الحديث هذا مش باش يجاوب مش باش يجاوب معناتها مش بالضروره نحكي عليك معناتها لازمك ترجع عليا لا معناتها على الاقل فينا واحد يبدا عنده مخ معناتها احنا عائله كامله الاغاني وحشيك يا بنتي صلي على النبي والله ولا واحد والله لا صلي على النبي والله لا صلي على النبي هذاك رجعت الى مجالها الحمد لله الحمد لله ما رجعش مستحيل باش ترجع كيما كان هم رجعوا علاش تحبوا مستحيل يرجعوا لا كيما كان مستحيل كيما كانت رجعت ولا تخيل احمد كيما كانت كلامها صحيح مش كيما كانت غلطه وان شاء الله ما عادش تتعاود واضح جدا حنان الو احمد صوته ياسر عجبني محلاه اعطيني جزء اغاني تعرفهم لا ما نعرفش اما صوته جوست ما اغاني احمد لا اما محلاه جو لي سويت دو ريوسيغ جوست حبيت نقول سي تري ديفيسيل ديتر دون لومب وقت تو بورت لو ميم نون دو فامي كعبد كيما لي بيلموندو ولد الان دولون سي تري ديفيسيل باش تجيب حاجه مخي ولا توصل معناتها تبدا هو ولد واحد معروف والا اخو واحد معروف او صعيب ولا ولد عم ولا مدخل صعيب برشا معناتها باش نجم تاخذ اضواء معاه في العائله جينا متلقى هو احمد غضبته كيفاش قال نقدم لكم ولد خويا ما جاوب باش يقول راجل عمتي باش يطلع ما ولد خوك هو احكي لنا على سبيدي سبيدي وانا قمت كرونو اعطيني كرونو اللي قالوا سبيدي موجيعة معناها سيد موجوع الكلمه اللي قالها انا محمد طيب هو ينجم يقولها الكلمه اللي قال خاطر نعرف انا الحكايه نتاعو سبيدي وصل باش يعرس امين قعد معاه مديده طفله وخطب ومن بعد العائله داروا عليه يا خويا كي ما حبيتوش من الاول كل وش الحاجه هذيك الحاجه اللي توجع مش قال علاش ما يحبوش سامحني اش مدخلهم هما صحيح دخلك انت تو هما اش دخلهم وانت اش دخلك واحد يا خاطر قلبي معبي سامحني قعدوا لي خمسه ثواني نغزل سبيدي في الكاميرا ونقول له جوتيم يا سبيدي يا بنين باه ايمان مازالت ما عطاتش رايها في سبيدي سبيدي كي شفته الحقيقه حسيت بقلبه معصور انسان معناها تحتم على خاطر الحجم نتاعو اللي هي حاجه خليقه ربي والحقيقه هذا موجود عندنا راه ما نرضاش عليك لو كان تاخذ فلينه ما نرضاش عليك لو كان تاخذ فلين انت اسمر هي بيضه انت سمراء هو ابيض ليه عنده دار ولا ما عندوش كرهبته شنو نوحه معناها وقتاش وذي في الوطن العربي عموما المجتمعات العربيه وقتاش تهزوا يديكم شويه على اولادكم على بناتكم خليهم يتحملوا مسؤوليه قرارات والشخص اللي يحبوا يعيشوا معاه ويسكروا عليه باب الدار والله حتى كي ما سمعناش كلام كبر منا زاد ندمنا فما في برشا حاجات ندمنا في برشا قرارات مصيريه كيما الزواج دي فوا تسمع نصيحه اللي اكبر منك يزمك انت شو معناتها معناتها انا امي وبابا امي وبابا ما يتدخلوش في قراراتي وإحنا سختو صغار يا بيا معاك اما في حاجه في جانب ما مش معاك في حاجه مثلا نجم ما نسمعش راهو كلام امي وبابا كي ما يكون السبب نتاعهم هو سبب راسيست مثلا لا وقتها ما نسمعش هوني محلك وقت يولي سبب فيه تنمر على شخص هوني محلك انا ما نجمش نسمعك
وقت تقولي والله انا ما نحبوش ناخذ طفله شعرها اخضر. لا هوني لا علاه سامحني انا ترمي في المعنى ترمي في المعنى على يمين خاطر شعرها اصفر. اقول لك ما خالف غيرك انا متفق معك. اما سامحني بالله سامحني توا اللي رفضته هي احنا في زمان نتاع بابا وامي قالوا لي ما ناخذكش لا كان حاجتها بي ومصر عليه واحنا راسنا راسنا صحيح ياسر ياسر مصر رايخ ذاته وبعد اقنعت عائلتها هما كي راوك متهني ولبس عليك وسافا العائله بدها تقتنع واضح والله يوسف حتى يطلقوك يا بايك يا لا لا مش راضيين على ما مش حاجه مشاكل العائليه مش تحكي يمين الرديف يمين يمين على الرديف انت تحكي اون جينيرال انا ما عندهم رديف هذا على سبيدي وجبتنا في منطلق واضح 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 اسف نقترح عليكم تليفون بالرسمي هو الفلته من الفلتات بالرسمي باش يتحفكم باش يدوخكم مع اي كيو توتسو يا برا سيدي شقلكم كلمتين بالرسم يشدوهم في مخاخكم وقعدوا تذكروهم الكلمتين هذوما خاطر مهمين برشا. اسمع مليح صديقي المشاهد، اي كيو هي المساند الرسمي وبالرسمي الجيب التونسي وتنفسر لكم اليوم كيفاش اللي هي المساند الرسمي وبالرسمي الجيب التونسي اللي باش نحكيو على القدره الشرائيه للمواطن بالرسمي اللي يحب يشري تليفون اليوم عنده اشكاليه خاطر التليفونات غلاو برشا هذاك في عالم التكنولوجيا عالم السمارت فون عالم التابلت كما قاعدين تشوفوا قدام بالرسمي حاجات مزيانين على الاخر صحيح ولا قاعدين نشوفوا التليفونات مزيانين على الاخر والتابلت مزيانين على الاخر اما لازم تعرفوا قداش زعما كي تخمم باش تشري تليفون والا تابلت مثلا حنان تليفون بين قداش وقداش نجم تشري مينيموم 700 دينار من الى اجي ناخذ من الادنى الى الاقصى من 700 ل 3 ملايين 3 ملايين باه من مليون و500 ل 4 ملايين و5 واش نكذب على بعضنا خويا مين ولا نشري انا نصرف على التليفونات خاطر نخدم انستغرام ديجا عندي زوج تليفونات اي من قداش قداش ما قلتلكش قداش من التليفون ماذا بيا نكمل الثالث كمل الثالث قداش تحب تشري الثالث ما نعرفش انا والميزانيه تاعي من الى من مليون الخمسه من مليون الخمسه باه سي نجيب تابلت كي تحب تابلت كيما هكا جينا مو قداش سومها يكون بين قداش وقداش؟ بين 500 والمليون 500 مليون باه ايمان تابلت يثولي اكثر شويه مليون مليون ونص بتيتر مليون ونص عم احسن 1600 هذم هذم الكبارات الغرابه يعني. هاي عجبك انت هذاك يكونوا يعجبوني انا بصراحه نحب كلافيه انا فيه 10 توش بالصوبة العشرة يبدا كورنير ما مليون من مليون من مليون في فما فوق شدوا عندكم يا جماعه باش نعطيكم بالرسمي اسوان ما تتصدقش بالكل شفتوهم اللي قام لي قدامي هذوما نتاع التليفونات اي كيو هي قام بالرسمي ممتازه جدا والاسوان نتاعها تبدا ابتداء من 199 دينار حتى ل 279 دينار اغلى واحد فيهم هو 279 دينار دونك بالرسمي حاجه ممتازه وممتازه جدا به شنو رايكم في التحفه هذه اللي موجود لهنا بحذايا بالرسمي تليفون قمقم ممتاز تحفه والله تحفه الاسيت بلس هذايا الاي كيو معناتها تليفون عالمي تليفون ممتاز تليفون ليكرون تاعه 6.6 بوس الباتري تاعه 5000 ملي امبير اور معناتها يشدك شارج بالكدا وكريتو ليكرون تبارك الله كبير على الاخر دونك بالرسمي تليفون ممتاز وممتاز جدا وننصحكم به وكما قلت الاسوان تاع الجام اي كيو كل تبدا من 199 دينار حتى ل 279 دينار فقط وهي حاجه ممتازه وممتازه جدا به انا قدامي تشكيله بما انه احنا نعطيو في التشكيله تشكيله رسميه الاي كيو كل مره نقول على يميني درشنا انتم واي على يساري درشنا واي تنجح الاخ التشكيله الرسميه على يميني موجودين لي سمارت فون كما قلت من 199 حتى ل 279 على اليسار في التشكيلة الرسمية لأي كيو موجود لتابلت اسمعوا مليح من 199 دينار حتى 299 دينار فقط هلا تو فهمتوا عليه قلت لكم المساند الرسمي وبالرسمي اللي يجيبها التونسي لهنا فهم معلش باش نرجع نحكي على التابلت وانتم فريق التابلت قلت لكم التابلت هو من 199 حتى 299 دينار عم حسن ريت انا بيرسونيلمون اللي عجبني جوست اللي عجبك انت اللي هو الاي كيو تي 10 اللي قاعد تحكي عليه هو الكبير الاي كيو تي 10 برو اللي فيه 5000 ملي امبير اور الباتري نتاعو فيه 4 جيجا رام وهو ب 299 دينار فقط تصور معناتها كيما هكا حاجه تابلت 299 دينار فقط ونزيدكم زيادة الاكسسوار الكل تلقاهم مع التليفون والتابلت في الباكو و12 شهر موجودين جارانتي على ذمتكم عن طريق ثلاثه مراكز صيانه ما بعد البيع في تونس في سوسه وفي صفاقس دونك يا
يلا المواطن اللي يستنى في لي برودوي اي كيو موجودين راهم في تونيزيانات في مايتيك في جوميا وفي سبيس نت وفي جميع بيع نقاط البيع الموجوده الهاتف الجوال في كامل تراب الجمهوريه. كما قلت لكم وصيكم على حاجتين ما تنساوهمش، الحاجه الاولانيه اللي هي اي كيو المساند الرسمي وبالرسمي الجيب التونسي، والحاجه الثانيه التليفونات ابتداء من 199 حتى 279 والتابلات من 199 حتى 299 دينار، واي كيو هي بالرسمي المساند لجيب التونسي. ربي كان فما فيلم سمعتوا عليه ولا لا مع السادة المشاهدين، فيلم اسمه سجين، فيلم أحدث ضجة كبيرة جدا، وهو فيلم رعب ممنوع من العرض في كل الدول وجل الدول العربية والإسلامية. الفيلم هذا هو من إنتاج تركي وصور في أندونيسيا. ما قصة هذا الفيلم؟ لماذا منع هذا الفيلم مع صديقنا طيب؟ باش نرجعوا شوية آخر بأكثر تفاصيل، أخذوا معنا راجعين بعد الإشهار.